دونك ان شاء الله في هذا الفيديو كيف ما قريتو من العنوان هذه انتروديكسيون على لو لونغاج جافا. دونك بعد الغياب الطويل اللي دام تقريبا واحد الشهر بحال هكا كل شهر ونص، دونك حاولت انني ناخذ شويه الراحه وشويه الانسبيراسيون وبزاف ديال لي شوز انني نقاد دي بروجي ديالي دي شوز اللي كانوا ديالي. اش قلت علاش لا ما نديرش واحد الكورس اللي نقري الناس الجافا بالدارجه المغربيه. دونك الكورس يعني الدارجه دابا ولاو كيفهموها كلشي، كيفهموها العرب كيفهموها كلشي. دونك الدارجه كيفهموها الجزائر تونس، دونك اي بلد عربي كيفهم الدارجه. دونك يعني هذا الكورس هذا في متناول الجميع. دونك ان شاء الله نهضروا على الجافا كيف ما قلت لكم في هذا الكورس هذا تقريبا نحط فيه تقريبا 60 فيديو حتى 70 فيديو بحال هكا. دونك غتكون 60 حتى 70 فيديو في هذا الكورس هذا ان شاء الله. غنهضروا على كيفاش تكري يعني كيفاش تقرا لو لونغاج جافا دو ا زيرو، واخا ما يكونش عندك فكره، واخا تكون عمرك بروغراماتي بشي لونغاج اخر بحال سي ولا سي بلس بلس ولا سي شارب. دونك غتعلم، حيت انا عامل الناس اللي كيسمعوا لي دابا والناس اللي باغيين يتعلموا على اساس انهم عمرو شافوا شي لونغاج. داكوغ، داك الشيء علاش انا غنخدم من دو ا زيرو. دونك غنبداو نكريو دي زابليكاسيون كونسول وغندوزو البروغراماسيون اورينتي اوبجي. داكوغ، دونك في هاد الكورس هذا ان شاء الله اللي بغى اللي طاح على هاد الفيديو فوالا واللي شاف هاد الفيديو وبغى يشوف لا بلاي ليست كامله يهبط لا ديسكريبسيون فوالا غيلقى واحد بلاي ليست تما غتلقاو الفيديو مستفين من ا جوسكا زد. داكوغ، دونك كيف ما قلت لكم باللي هاد لا فيديو ان شاء الله وبيان في هاد الكورس ان شاء الله نهضروا على الجافا، نهضروا على لي نوسيون دو باز، شنو هي فاريابل، شنو هي انت، شنو هي فلوت. الناس اللي كيسمعوا هاد الهضره وما عارفين شنو هي انت، شنو هي فلوت، شنو هو كونستركتور، شنو هي هذه البوليمورفيزم، يعني اي حاجه كيف ما كانت غنهضر عليها، يعني اي حاجه كيف ما كانت غنهضر عليها. دونك في هذا الكورس ان شاء الله غنركز على لي نوسيون دو باز زائد لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي. دونك الا فاتك هذا الكورس هذا ما شتيتيش منه مزيان ما عمرك غتوصل بعيد. علاش؟ حيت دابا كلشي ولا اورينتي اوبجي. داكوغ، وفي الجافا اي حاجه سي تان اوبجي. دونك خصك ضروري تركز معايا في هاد البلاي ليست وبيان في هاد لا فورماسيون هادي باش تمشي بعيد، حيت ان شاء الله انا ملي غنسالي هاد الكورس هذا ندوز ديريكتومون الجرافيك يوزر انترفيس، كيفاش تكري دي زابليكاسيون فوالا كي دي زابليكاسيون اللي هما غيال. داكوغ، دونك لي زابليكاسيون ديسكتوب يعني تانستالا وان الناس يخدموا بهم انسي دو سويت. دونك لي شوز اللي غنقول لكم ونصيحه من عندي غتشدوا لي نوسيون دو باز زائد لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي. وانا في هاد البلاي ليست ان شاء الله غنشرح كل شيء يعني من ا جوسكا زاد، يعني الناس اللي كيسمعوا كونستركتور لي زانترفاس بوليمورفيزم لون كابسولاسيون لي بروبريتي الجيتر سيسر، الناس اللي ما فاهمينش، الناس اللي فاهمين راه غيستافدوا من هاد الكورس. علاش؟ حيت انا الطريقه ديالي والناس اللي كيعرفوني انني ديما كنشرح فوالا وكنعطي دي زيكزامبل، كنعطي تمارين، كنعطي دي زيكزيرسيس، كندير الكوريكسيون ديالهم. دونك اللي ما شافش بغى ياخذ نبدا اول مره غيسمعني فوالا يدخل لاشين ديالي يدخل ويشوف البلاي ليست ويشوف الناس كيفاش كتفاعل ولله الحمد. دونك اللي نركزوا عليه انكم ما ديروا لايك وتبارطاجيو باش تعم الفائده. داكوغ، ومن بعد ان شاء الله غندوزو للويب، يعني ندوزو للاركيتكتور ديال جافا جي 2 او انتربرايز اديشن، غنهضروا على لي فريم ورك سبرينغ بوت الهايبرنيت المافن سي كوا ان بروجي مافن، غنهضروا على كل شيء الام في سي. دونك اي حاجه، ولكن كيف ما قلت لكم راه لي نوسيون دو باز غتشدوهم مناش من هاد لا فيديو وبيان من هاد البلاي ليست. داكوغ، دونك دابا ندخل بعدا نشوف الصوت واش وقع لك كيتريكوردا ولا لا، حيت ما فيه اللي عاود. دونك نشوف الصوت وصا مارش، دونك ساوندز، نشوف الصوت ديال الميكرو ديز ريكوردين فوالا. دونك هو كيطلع مزيان. داكوغ، مزيان. دونك نجيو نهضرو على الجافا. الجافا يعني كيف ما كتعرفو نتوما كاين بعض المرات كتلقى سي بي بي، دونك كتعرفها بلي انها سي بلاس بلاس. الجافا يعني سي تان لونغاج، صافي. الجافا منين جات؟ دونك دابا نهضرو شوية على ليستوريك ديالها باش هكا اوموان تكون عندك الكيلتيغ ديال واحد الثقافة عامة وبيها واحد الفكرة مسبقة على الجافا. حيت كاين اللي كيسمع دابا كيبغي يتيليشارجي مثلا شي جي دي كي ولا جي ار او، هادشي اللي كنقول دابا راه كله نشرحو، كيدخل شي سيت كيلقى اوراكل داكوغ، والناس كتقول لا راه البرودوي جافا راه ديال سان ماكرو سيستم انسي دو سويت. انا عاود لكم ليستوريك. تقريبا في 1991 الشركة ديال سان ماكرو سيستم كان خدام على واحد لو بروجي كان مسمينو لي ديفلوبور اللي كاينو بيان لي زانجينيور تما سموه ذا جرين بروجيكت. داكوغ، دونك المشروع الاخضر. داكوغ، دونك هاد البروجي هذا شنو كان الدور ديالو؟ انهم يصنعوا وبيان ينتجوا لنا واحد لو برودوي اللي هو وبيان واحد اللونغاج اللي هو بورتابل. اش كتعني بورتابل؟ نعطيكم مثال بحال دابا مثلا الناس اللي كيخدموا بالسي شارب، الا صاوبتي ابليكاسيون بالسي شارب دونك
او بيان ابليكاسيون دونك ممكن لا تيكزي او ممكن لا انك تانستاليها سوا ديسكتوب نهضروا على الديسكتوب دونك الا صاوبتي على ديسكتوب ما يمكن لك تخدمها الا فواحد البرودوي مايكروسوفت يعني الا ويندوز داكوغ دونك كتولي ليميتي ما يمكنش لك تانستالي لابليكاسيون في في مثلا في الماك ما يمكنش لك تانستالي لابليكاسيون في لينكس انسي دو سويت دونك كتبقى محدود دونك الدور الهدف ديالهم كانوا باغيين يديروا واحد لونغاج بورتابل زي سكون ابل بورتابل لانجويج انه يتكومبيلا اون سول فوا ويتيكزيكوت على بزاف ديال لي اي او اس يعني بزاف ديال لي سيستيم ديكسبلواتاسيون داكوغ دونك كيف ما قلت لكم في 1991 تقريبا في 1991 كان لي سيستيم ديكسبلواتاسيون اللي كانوا باينين كان الويندوز وكان الماك الماك ما كانت عنده واحد السميه حتى من بعد عاد خرجوا ليه اللي ما شافش الفيلم ما تفرجش في الفيلم ديال ديال ابل دونك راه يقلبها في جوجل فوالا ولا يشوف فوالا غيلقى ليستوريك ديال ديال ابل كيفاش دونك في 1984 دونك كانت قبل هاد قبل هاد الجرين بروجيكت وكانت الويندوز جو بونس لا فيرسيون 1.0 فوالا الا مشيتو لجوجل بحال هكا ودرتو مثلا ويندوز 1.0 فوالا غتشوفوا الناس كيفاش كانت خدامه ديك الساعه دونك غنمشيو لي زيماج فوالا غتشوفوا لي سيستيم ديكسبلواتاسيون كيف كان دونك لاحظوا معايا كان على هذا الشكل هذا دونك هذه هي اول فيرسيون ديالها ديال ويندوز واحد اللي كانت قديمه من بعد عاد زاد الويندوز 2 وهي غاده دونك فيستا اكس بي دونك هي غاده وصلنا دابا ل 10 وشوف شنو غيخرج من بعد داكور دونك تقريبا في 1985 كانت لا فيرسيون ديال الويندوز 1.0 لينكس ما كانتش باينه علاش حيت لينكس بانت تقريبا حتى 1991 ولكن بانت مع الطلاف في الاواخر ديال 1991 جو بونس 16 17 في شهر 9 وكان واحد لي دو سيستيم كان واحد دو سيستيم كان دوس كان دوس وكان لينكس دوس كان في 1981 واليونكس وقيلا كان في 1971 داكور دونك هذا هو الدور ديال كانوا باغين يصاوبوا هاد هاد البورتابل لانجويج انك تشد داك لابليكاسيون اللي صاوبتيها ديسكتوب تانستاليها في الويندوز انستاليها في الماك انستاليها في اي بلارت اي اي او اس كيف ما كان غير هو كاين واحد القضيه ان الا كومبيليتي واحد واحد البروجي جافا ببروسيسور اي 3 دونك ما يمكنش لي انه يخدم في الاي في الكوردو ديو ولا في اي 5 دونك خصو يكون نفس الكومباتيبل مع دونك هذيك هضره اخرى دابا نهضروا عليها داكور دونك ملي سال هذا البروجي هذا دونك اي بروجي ملي كيسالي اللي هو سميتو ذا جرين بروجيكت خصهم يعطيه واحد النيم دونك خصهم يسميوه دونك جافا ما كانوش كيسميوه ديك الساعه جافا ما كانوش عارفين واش حاجه سميتها جافا وما كانوا مسميين داك البروجي ذا جرين بروجيكت دونك ملي حبسوا قال لك اسيدي اجي نسميوه ملي بغاو يسميوه قال لك اسيدي جا واحد لومبلوي تما في لا ديريكسيون دونك قال لهم سميوه اوك علاش حيت كانت واحد الشجره مقابله مع الشركه ديال سان ماكرو سيستم كانت الشجره ديال البلوط داكوغ دونك الا مشيتي مشيتي لجوجل ودرتي اوك تري فوالا غيعطيك بلي ان هاد السميه هذه هي في 1991 دونك في المده اللي كان خدامين عليها في هاد البروجي دونك سان ماكرو سيستم عطاو هاد السميه هذه قبل ما تعطى ليه الجافا دونك بغات هاد السميه لقاو ديجا هاد التسميه دي ديجا ايتوليزيت كلهم استعملها مستعمله واحد السوسيتي واحده اخرى دونك كاينه حقوق الطبع والنشر دونك لي دروا دوتور دونك كوبي رايت دونك فوالا انتيرديت انك تستعمل شي حاجه اللي ديجا ايتوليزي دونك جاوا يفكروا لقاو بلي ان بلي ان لي زانجينيور اللي كانوا خدامين على ذا كرين بروجيكت كانوا كيسهلكو بزاف الكميه ديال واحد الكافي ديال واحد القهوه دونك وداك القهوه سميتها جافا تيمور داك الشيء اللي سماوه جافا دونك تسمات في 1996 جو بونس في 15 وقيله 23 5 ما بين 23 و 15 في شهر 1 داكوغ دونك تما فين بانت اول فيرسيون ديال جي دي كي اللي غنشرحها في لا فيديو الجايه هي 1.0 داكوغ دونك نتمنى ان حد الان تكونوا فهمتوا حد هنايا دونك دابا انا كيف ما قلت لكم بلي ان هذا البرودوي كان ديال سان مايكرو سيستم دابا الا مشيتي لجوجل بحال هكا ودرتي مثلا سان مايكرو سيستمز فوالا ودخلتي لاول سيت فوالا راه ما يعطوكش السيت ويب ديال سان مايكرو سيستم يعطوك السيت ويب ديال اوراكل دونك شنو كيفاش جات الفكره وكيفاش تطور ان الشركه ديال اوراكل هي اللي ولات يعني عندها لي دروا انها تستعمل هذا البرودوي دونك كيف ما قلت لكم بلي ان هذا ديال جرين بروجيكت كان الدور ديالو انهم يصنعوا واحد لونغاج بورتابل اش كتعني انهم كانوا كيامنوا وبيان كانوا عندهم واحد جوج ديال لي تيرم كانت وور وكانت وورا وور وورا دونك كيفاش وور دونك وور هي لابريفياسيون ديال رايت وانز ران ايفريوير وورا Write once, run anywhere. يعني أنك
تكتبو او بيان تكومبيلي مره واحده ويمكن لك تيكزيكوتي في اي بلاصه. دونك الا مشيتو لجوجل فوالا غتلقى هاد رايت وانس ران انيوير فوالا غتقراو عليها شويه فوالا غتلقى بلي ان شنو كان الدور ديالها ان الهدف ديالها انهم تكومبيلا اون سول فوا تيكزيكوتا سور نيمبورت كيل بلاتفورم كيف ما كان النوع ديالها. داكور دونك كيف ما قلت لكم وبالنسبه للسانتاكس حيت الاغلبيه دابا كيشوف كيسولني تقول لي السانتاكس كنلاحظوا بلي ان السانتاكس كيميل سي و سي بلس بلس. دابا راه سي و سي بلس بلس راه تقريبا نفس السانتاكس دونك لي بيبليوتاك اللي كاينين تما راه هما لي بيبليوتاك كاينين هنا. دونك جافا سي تان لونغاج هايبريد. كتعني هايبريد مخضرم من طرف اش من طرف سي و سي بلس بلس يعني واحد الميلونج ديال سي و سي بلس بلس. داكور غير هو كاين واحد الكوتي ديال لا لوكاسيون ميموار. دابا الا مش الناس بالنسبه اللي قراو سي دونك يسمعوا لي فونكسيون مالوك كالوك ريلوك كلير. دونك بالنسبه للتعامل وبيان واخا دابا تقريبا راه جافا وصلت لواحد النيفو في التعامل ديال الماناجمنت مع لا ميموار وصل ليه كبير. دونك واخا هكاك ولكن سي بلس بلس دونك عندهم باقيين محتلين المركز الاولى في الغولاسيون ديالهم مع لا ميموار. داكور داكشي علاش جافا مازال حد الان مقارنه مع سي سي بلس بلس مازال كيبان ضعيف شويه او نيفو ديال التعامل مع لا رام او بيان لا ميموار. داكور مي لامبورطونس من هاد الهضره ان جافا سي تان لونغاج هايبريد يعني مكون من سي 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 بلس بلس. مي جافا لونغاج اللي هو تريز انتيليجون تريز يوتيليزي في لي زونتربريز. دونك بالنسبه للناس اللي كيقراو في لو اف بي بي تي ولا الناس اللي كيقراو دونك كيقراو غير دوت نت دونك غير سي شارب. دونك من سي شارب را حتى هي انا جو سوي فان ديال سي شارب يعني انا حتى انا راه شاد دوت نت وكنخدم بالسي شارب كنكري دي زابليكاسيون كنكري دي سيت ويب بالسي شارب. مي ملي خرجت لسوق الشغل لقيت بلي ان لي زونتربريز كلهم كيخدموا بالجافا سورتو لا بلاتفورم ديال في الويب ديال اللي هي جافا 2 اللي هي انتربرايز اديشن. اما بالنسبه للسي شارب كتخدم به ليطا الدوله. داكور داكشي علاش بالنسبه للمغرب مع جو بونس تونس ولا ما عرفتش كيفاش السيستم ديالهم. مي بالنسبه للمغرب الدوله هي اللي كتعامل مع مايكروسوفت دونك هي اللي كتخدم بالدوت نت وكيخدموا حتى بالجافا. مي لي زونتربريز اللي هما مستقلين بريفي دونك كيخدموا بالبرودوي جافا والجافا راه تريز يوتيليزي. وما تنساوش بلي ان السي شارب حتى هو راه فواحد واحد البلاتفورم وبيان واحد اللونغاج اللي هو تري ريش. ما كنهضروش دابا على السي شارب سي شارب بوحدو هضر عليه بون كاينين دي زيكزيرسيس ولي زيكسبليكاسيون في الشانيل. دابا كنهضر على الجافا. دونك شنو الفرق ما بين اوراكل وسا ماكرو سيستم. دونك لي دو سو سون دي زونتربريز. اوراكل في داك الوقيته كانت واحد السوفتوير فاندر. كتعني سوفتوير فاندر كانت تتبيع غير لوجيسيال حيت دابا كاين سوفتوير وكاين الهاردوير. الهاردوير هو توسكي ماتيريال السوفتوير هي توسكي لوجيسيال دونك هي كانت تصاوب لي لوجيسيال. سان ماكرو سيستم كانت سوفتوير وهاردوير فاندر يعني كتصاوب لي لوجيسيال وكتصاوب حتى الماتيريال. وكان عندها واحد لو برودوي اللي هو كان مشهور سميتو سبارك. داكور سبارك دونك اللي كان مبازي على واحد لاركتيكتشر اللي سميتها سبارك فيناي. دونك كانت ديفلوباتو كانت يعني كانت واحد الكولابوراسيون ما بين سان ماكرو سيستم وفيجيتسو. دونك هما اللي كانوا ديفلوباو هاد سبارك فيناي اللي هو واحد برودوي هاردوير وكانوا غازين السوق يعني كانوا خدامين فيه. داكور يعني في السوق الاوراكل وسان ماكرو سيستم ما كانوش كيتلاقاو. علاش؟ حيت سان ماكرو سيستم كانت غالبه وكانت هي اللي محتله السوق. دونك من داز واحد لا بيريود جو بونس ديال ما عرفت تقريبا شي 4 سنين بحال هكاك ولا ما عرفتش شي 12 عام جو بونس. دونك تقريبا في 2010 وقيلا في شهر واحد دونك اوراكل وبيان سان ماكرو سيستم الاسهم ديالها طاحوا دونك بحال دير فايز. دونك داكشي علاش جات اوراكل وشرات من عندها كاع هذوك لي برودوي اللي عندها. شرات من عندها هاد لو برودوي اللي كنهضر لكم اللي هو سبارك. شرات من عندها جافا. شرات من عندها ماي اس كيو ال. دونك شرات عندها بزاف ديال الحوايج وولات دابا اوراكل هي اللي محتله كلشي. دونك هذه هي القصه انك ملي كتجي كتدخل التروشيرشي على سان ماكرو سيستم كتلقى اوراكل كتطلع لك هي الاولى. داكور دونك بالنسبه لهاد القضيه هذه دونك هذه هي الهيستوريك اللي هي اون جينيرال. دونك بريف دونك هذا هو الجافا كيفاش الجافا. والجافا راه كيف ما قلت لكم واحد اللونغاج اللي هو تري ريش. وكيف ما قلت لكم في هاد البلاي ليست هادي ان شاء الله كلكم غتخرجوا فاهمين الجافا لي نونسيون دو باز والبروغراماسيون اورينتي اوبجي. وان شاء الله في واحد لا بيريود ديال شهر بحال هكا غنسالي البلاي ليست. فوالا انا دابا خدام عليها شاك فوا كنلو 10 ديال لي فيديو 20 ديال لي فيديو.
فوالا تقدر بالنسبه للناس اللي كيسمعوا مثلا هذا الفيديو يقدروا يكونوا يبطلوا البلاي ليست غيلقاو باللي كمالش هذا البلاي ليست هذه دونك على حسب الوقت اللي الناس تفرجوا فيه. وغندوزوا لشي حاجه اللي سميتها جافا وغندوزوا لي فريم ورك بحال سبرينغ مثلا فايف دونك مثلا ماستر كلاس دونك ندوزوا لي دي شوز اللي هما avancé d'accord donc qui se crée des applications les graphic user interface qui ce qu'on appelle GUI donc il y a beaucoup de choses donc on a droit là Java Enterprise Edition donc on a droit là beaucoup de choses ولكن ما تنساوش انكم تتابعوني ان شاء الله. دونك هذا الفيديو طول فيه شويه علاش غير حد انتروداكسيون على الجافا وشنو هي الجافا وكيفاش 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 ان شاء الله في الفيديو الجايه غنهضروا على واحد جوج ديال لي شوز غنهضروا على شي حاجه سميتها مثلا جي في ام جافا فيرتشوال ماشين غنهضروا على شي حاجه سميتها جي ار او يعني جافا ران تايم انفيرمنت غنهضروا على جي دي كي دونك غنهضروا على بزاف ديال لي شوز في الفيديو الجاي ان شاء الله. ومن بعد ان شاء الله دونك غندوزو كيفاش دير لانستالاسيون ديالو كيفاش كاد لانفيرونمون سي سكون ابل الورك سبيس ديالك كيفاش كاد ليسباس دو ترافاي فاش تخدم مرتاح. دونك نتمنى ان هاد الفيديو يكون نال اعجاب ديالكم بارطاجيو او ماكس نتلاقاو في الفيديو الجايه كان معكم ياسين نجم شكرا.